نشوف التقرير الثاني يتحدث عن عشاق النصر والهلال منصور الجمعة النجم الجديد المصعد من الأولمبي. نتابع التقرير. يا هلال يا هلال يا هلال يا هلال الفن لونه ترى لونك واللعب ماله طعم دونك نضرب بلعبك وبفنونك الفن تنتظر وتلمع الفن لونه ترى لونك واللعب ماله طعم دونك نضرب بلعبك وبفنونك الفن تنتظر وتلمع. حياك الله في بيتك وفي خيمتك. ونقول من متى بدأ الحب؟ والله حبي لنادي النصر من زمان، يوم كنت صغير. حياك الله أخوي ومرحبا وسهلا فيكم. لعلك ذكرت أني مشجع للهلال، لكن يعني قد أفاجئك إذا قلت لك أني أنا من الهلال، أنا نصراوي. نصراوي وكل شيء بهالخيمة يوحي الأبيض وأزرق. أي نعم، هذه الخيمة خيمة واحد من الأقارب هلالي، هو حاليا غير متواجد، ولكن هذه الخيمة يعني صارت مجمع لنا، ونجي هنا نصراوي هلالي اتحادي أي مشجع لأي نادي دائما نجتمع هنا. يعني مهما صارت خيمة هلالية أو نصراوية لازم يعني ما تأثر على علاقتنا كأصدقاء وكأقارب. طيب، هالحب الكبير اللي أنت تشبعت فيه من يوم أنك صغير هو اللي سبب أنه أنت تحط هالخيمة؟ والله طبيعي، هذا أقل شيء يسويه لنادي النصر، هذا أقل شيء. حط الخيمة هذه لأنه كان عنده طموح ورغبة أنه يعزم في يوم من الأيام اللاعب محمد الشلو، فحاب بيوم من الأيام أنه يعزمه هنا ويستضيفه على عشاء وعلى غداء وعلى غيره، ويبي يوريه يعني أنه متعصب وأنه يحب الهلال. يعني ما ترى أنه هذا تعصب زائد أو تسميه حب زائد؟ والله هذا مو بسمي تعصب، كانك بتسمي تعصب سمي تعصب، بس أنا سميه عشق. نحتفل هنا وجمعتنا واحدة ومهما صار لازم على قولتهم نتقاسم الكيكة، يعني هلالية ونصراوية. وش رسالتك للاعبين؟ وش رسالتك للنادي؟ وش اللي تبغاه عبر برنامج كورة؟ والله رسالتي لهم عبر قناتكم المفضلة أنهم يحسون فينا، يحسون أننا ننقهر نتعب نحضر الملاعب. أنا عقب الخيمة هذه ما قمت حضر، وهذه مجرد كورة، يعني ما نبي أتوصل لتعصب. يعني في أسبانيا الكلاسيكو القريب شفناه، يعني ما كان بين اللاعبين لا شحناء ولا بين الجماهير. رسالة توجهها لتركي العجمة، وش تتمنى؟ إذا فاز النصر أتمنى يعطينا كلوب بوكيه ويحط الخيمة هذه من الكلوب. يعني حاب أشكر الأخ تركي العجمة، الأخ تركي العجمة يعني مثال للمصداقية، وأحيي فيه محاربة التعصب، لأن التعصب هذا يعني لاحظنا منتشر، واشكر ويصدر من اعلاميين للاسف، فواشكر الاخ تركي على كون انه اعلامي بارز انه يحارب هذه النقطه. أبدأ معك أبو يزيد، وش نسمي هذا؟ جنون، عشق، تعصب طبيعي؟ والله شوف، أنا أشوف أن عشق أكثر من أي شيء ثاني. يعني واحد يحب فريقه، يحب الشعار، يحب اللون، مثل ما تقتني ميدالية تحط شعار على سيارتك، تحط هذا يعني شوي عنده زايد الحب، فحط الملحق كله ولا الخير. إيجابي، أنت تشوف إنه إيجابي؟ ما فيها شيء، بالعكس، طالما إنه يعني يعبر عن يعني يسعده هو سعيد بهذا، وما يطرد وما يطرد المنافسين، وما يعني في مضرر لأحد. يعني ما فيها شيء، طالما إنه هو في حدود حريته الشخصية، يا أخي يسوي اللي يبي، ما في يعني، هذا أقل الأشياء اللي نكفلها للناس. وما يضايق أحد، ما يضايق أحد، يخف بيته في استراحة حاط مبغى إن شاء الله يخم علم الهلال ليل نهار من النصر. ما في مشاكل، أهم شيء إنه مبسوط، إذا هو مبسوط هذا أهم شيء. صحيح، يعني هذا النوع من التشجيع يعني ما حد يقدر يقول عليه شيء، بالعكس يعني نشوف إنه إيجابي، لأنه التشجيع السلبي هو اللي يكون فيه مضايقة للناس، حذف ورمي الناس في المدرجات وفي الشوارع والتفحيط، هذا نوع من أنواع التعبير، ولا لا فهد؟ أتفق معك وأتفق مع الدكتور عبد الرحمن النعيم، يعني يقول أن الجماهير لما يجون وهذا، إيش ما شاء الله تبارك الله، شوف
إذا لقى البيئة الصالحة زي ما قلت، البيئة السليمة وهالمجلس وهالمكيفات وهالصوت المكبر في الصوت، أنا أعتقد أنه يعني أضف إلى أنه صار يعني كثير من الجماهير يروحون الملعب ما كانت ذيك، ما يلقى ذيك النجوم، ما يلقى ذيك المستويات، إضافة إلى أنه ما كان عنده يعني تيقن تام بفوز الفريق، تقلب المستويات، لم يعد هناك الفريق اللي يسيطر، وصارت فرق تطلع، يعني صار الحين الفرق الصغيرة ما شاء الله والفرق الوسطى تفوز على فرق جماهيرية، ما في مشجع كثير للحضور، ما في مشجع. طيب خلينا نشوف أيمن شوبيز معلم حق المونتاج يقدم لنا المباراة النصر والهلال بطريقته الخاصة. زميلي من شوبير.